بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا جماعة. إن شاء الله النهاردة نكمل الجزء الثاني بتاعنا بالنسبة للكتونيوس جرانيولوماتوس ديرماتيتس. المرة اللي فاتت اتكلمنا على النودولار تايب، لما جينا نتكلم في الأول نرجع بس كده مراجعة سريعة بسرعة، هنقول يعني معلومة بسيطة في الأول. نفكر احنا قلنا ايه، قلنا definition of granuloma الأول بس كده قبل ما نبدأ نقول للناس سمعانا ولا مش سمعانا. الصوت بس واضح يا جماعة الأول قبل ما نبدأ كده إن شاء الله نشوف الناس سمعانا. طيب أول ما بدأنا المرة فاتت إن شاء الله قلنا إن ال definition of granuloma يعني إيه. قلنا كلمة granuloma يعني هي أي chronic inflammatory skin condition، أهم حاجة لازم يكون عندي histocytes، without histocytes ما تبقاش granuloma. يبقى رقم واحد granuloma تساوي وجود histocytes، without histocytes يبقى مفيش granuloma. And other inflammatory cells، يعني أنا عندي الأساس هي في histocytes وبعدين في inflammatory cells تانية موجودة. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن أنا عندي في antigen جه دخل not completely degradable، يعني ما قدرش الجسم يتخلص منه بالكامل، في بقايا بقى بعد كده. فبدأت الهيستوسايس تحاول تيجي تلم الموضوع، ما بتقدرش قوي تلم الموضوع، يبدأ يلف حواليها الليمفوسايتس، وممكن يجي كمان other inflammatory cells على حسب المشكلة اللي عندي. وقلنا كده ده اختصار بسيط كده الميكانيزم اوف جرينوما فورميشن ازاي. بورلي ديجريدابل انتيجنز بتروح يا اما السيكوستريشن بالانتيجن بريزنتنج سيلز، وبعد كده في الاخر يديني بسيلو جرانيولوما. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، وقلنا اهم حاجه عندي هو الكي رول عندي في عمليه الجرينوما فورميشن هو الانترفيرون جاما ريليزد باي تي هيلبر 1، هو الرول بتاعي، هو اللي بيبدا يكون الجرانيولوما، هو اللي بيعمل ريليز للهيستوسايتس او مونوسايتس من البلاد فيسل تبدا تروح للسايت اللي فيه المشكله. تمام. بعد كده قلنا الجرانيولوما ديرماتايتس عندنا بنقسمها لحاجتين اتنين مهمين. الجرانيولوما ممكن تاخد شكل من اتنين، يا شكل دواير او نوديولز فبنسميها نودولار، او مش اقدر قادر احد لها ملامح بتبقى واخده ديفيوز، شكل ديفيوز يعني الهيستوسايتس في وسط الليمفوسايتس في وسط الاذر انفلاماتوري سيلز. لكن هنا النودولار دايما بلاقي غالبا في مشكله في النص فيها الهيستوسايتس وحواليها من بره الليمفوسايتس. وقلنا النودولار عندنا اربع انواع، بتبقى موجوده على شكل تيبركلويد يعني على شكل تيبركلز، وبيكون التيبركلز هنا جواها الهيستوسايتس والجاينت سيلز، وحواليها من بره دنس ريم اوف ليمفوسايتس. الصوت واضح يا جماعه كده؟ الصوت واضح؟ طيب يا جماعه اكدوا لنا الصوت. طيب يا دكتور احمد صابر كده الصوت واضح. قلنا النودولار جرانيولوما ممكن تكون شكل من اربعه، يا تيبركلويد، وتيبركلويد يعني عباره عن تيبركلز، بتكون المشكله في النص عباره عن في وجود الهيستوسايتس والجاينت سيلز، وبيكون حواليها من بره الليمفوسايتس، تبقى في وجود دنس ريم اوف ليمفوسايتس، يعني عندي عدد كبير من الليمفوسايتس حواليها. الساركودا الجرانيولوما برضو بتكون عباره عن نوديولز، بس بيكون مفيش دنس ريم اوف ليمفوسايتس، يعني مفيش ليمفوسايتس كتير حوالين الجرانيولوما. باليسيدد قلنا باليسيدد بيبقى دايما غالبا عندي في مشكله في الكولاجين، في مشكله في الكولاجين في الديرمس، فبتبدا تيجي الهيستوسايتس تلف حوالين المشكله دي، وبعدين حوالين الهيستوسايت تبدا تترسل الليمفوسايتس. كلمه باليسيدنج يعني ترسيس، في مشكله في الكولاجين في النص، يبقى في النص كده هرسم كولاجين فيه مشكله، سواء كان في ميسون ديبوزيشن، سواء كان في ديس انتجريشن، سواء كان في فايبروزس، سواء كان في نيكروبايوزس، وبعد كده بيبدا تيجي تترس حواليه فوقيه او تحتيه او حواليه الهيستوسايتس، وبعد الهيستوسايتس هلاقي كمان درجه وجود الليمفوسايتس. اخر حاجه الفورم بودي، فورم بودي دخل جوه الجلد وعمل جرانيولوما حواليه، بدات الماكروفاج او الهيستوسايتس تاخده تعمل له انجالفنج، فعمل لي حاجه اسمها فورم بودي جرانيولوما. هنا باختصار كده التوبركلود بيكون في عندي اللانج هاندز جان سيلز، اللي هي بيكون النيكلاي مترتبه على شكل هورس شو اللي حدوة الحصان. الساركويدال ممكن نشوفها الابسيلويد جان سيلز. الباليسيدد لما جينا شرحنا قلنا في نوع معين عندنا نيكروبيتك زانس جرانيولوما بتشترك ان هي فيها حاجتين اتنين، فيها جزء من النودولار اللي هو شكل الباليسيدنج جرانيولوما، وجزء من الديفيوز وجود التوتن جاينت سيلز اللي احنا نقولها النهارده ان شاء الله بتاعه الزانسو جرانيولوما. بعد كده الفورم بودي، في حاجه اسمها الفورم بودي جاينت سيلز، بيكون النيكولاي هنا مترتبها بهازارد، يعني مش قادر احدد لها ملامح. وانا سالت سؤال المره اللي فاتت،
وقلنا هم انواع الجاينت سيلز اللي موجودين عندنا في الدرما. وبعد كده قلنا التيبركلود اشهر امثله عندنا التي بي، تيبركلود ليبروسي، لوباس ميلاريس، ديسميات سباشياي، الروزيشيا، الليشمانايسيس، اللوبويد تايب، وشرحنا كل واحده وقلنا ايه اللي بنشوفه في كل واحده بالتفصيل. والساركويد قلنا اشهر حاجه الساركويدوزيس، فورين بودي ساركويد، الجرانيولوما، واللايكن نيتيدس، وبرده اتكلمنا على كل واحده وشفناها. بلاسيد قلنا عندنا فيه خمس حاجات مهمين: جرانيولوم انيولار، نيكروبايس لايبوديكا، روماتويد نوديول، نيكروبايتك زانس جرانيولوما، وانير لاستاتيك جانسل جرانيولوما او الاكتينيك جرانيولوما، وشرحناهم برضو بالتفصيل واتكلمنا عليهم. وبعد كده قلنا اخر حاجه خالص عندنا الفورين بودي جرانيولوما، وادي حتى شكل الجاينت سيلز بتاعتنا هنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الديفيوز جرانيولوما. الصوت كده اوضح يا دكتور احمد. الديفيوز جرانيولوماز هي عباره عن جرانيولوما موجوده في الديرمس، لكن الموضوع هنا نقدر نقول ان الاميونيتي قليله شويه، او الانفلاميشن اللي حاصل سيفير شويتين، ففي مشكله حصلت يعني الاميونيتي مش قادره تلمها، فبقت العمليه بالبلدي كده سايحه منها ضايعه. فلما اجي ابص على الديرمس الاقي الدنيا سايحه في بعضها، في انفلترت كتير موجود عندي في الديرمس، الموضوع بقى ديفيوز، انا مش قادر احدد له ملامح، مش قادر ارسم شكل الجرانيولوما، لا هي دوائر ولا هي مربعات ولا هي يعني مش قادر ارسم شكل معين ليها، فبقت عباره عن ديفيوز جرانيولوما. وانا قلت لكم قبل كده الجرانيولوما لما بيكون انفكشوس، يعني يكون في الانفكشن هنا في مشكله، بنقدر نقسم الاميونيتي هنا لجزئين كبار، يا اما جود اميونيتي او لو اميونيتي. لو جود بتبدا تحجم المشكله عندي، فغالبا هشوفها على هيئه نودولار جرانيولوماز، وده شفناها مع التي بي في الانواع بتاعتنا زي اللوبس فالجاريز، وشفناها مع التيبركليد ليبروسي، وبرده شفناها مع الليشمانايزز وسميناها حتى لوبويد تايب، يعني نسبه حتى هنا للوبس فالجاريز. فخلي بالكم من الموضوع ده. برضو هنبص نلاقي في لما يكون في لو اميونيتي، الاميونيتي بتاعتنا سيئه جدا، هنبص نلاقي عندنا الجرانيولوما غالبا بتبقى ديفيوز، وهنشوفها في مثالين كبار عندنا جدا، اهمهم الليبرومتس ليبروسي، وبرضو عندنا الاكيوت كوتينيس ليشمانايسيس اللي حتى بنسميها، هتلاقوا في عندكم في تعبير كده موجود بنسميها سودو ليبروسي، يعني هتلاقوا في التعبير كده موجود فيها في انواع الاكيوت ديفيوز ليشمانايسيس انها تبقى سودو ليبروماتس ليبروسي، يعني الشكل بتاعها عامل كده بالظبط. فهي الفكره عندي هنا الاميونيتي واقعه او قليله او في سيفير انفلاميشن حاصل، فالهيستوسايتس والماكروفاج والليمفوسايتس ما قدرتش تلم الموضوع لدرجه ان هي ممكن تستعين باذر انفلاماتوري سيلز. هنبدا نلاقي ان النيتروفيلز بدات تتدخل في الموضوع، الايزينوفيلز بدات تتدخل في الموضوع، البلازما سيلز بدات تتدخل في الموضوع، وده ما كانش موجود عندنا في النودولار جرانيولوماتس ديرماتايتس. طيب هنقسم الديفيوز جرانيلوماز عندنا لاربع حاجات مهمين جدا. اول حاجه عندنا سابيوراتيف جرانيلوما، وكلمه سابيوراتيف يعني في انفكشن، يعني في مش شرط انفكشن، يعني اهم حاجه ان انا عندي هلاقي في نيوتروفيلز، كلمه سابيوريشن يعني وجود نيوتروفيلز. بعد كده عندي هلاقي جرانيلوماز وذ فومي هيستيوسايتس، يعني ايه فومي هيستيوسايتس؟ يعني الهيستيوسايتس نفسها من جواها بقت في حاجه عامله زي رغاوي الصابون من جواها كده موجوده، ليه؟ لان هي بلعت حاجه، يعني الماكروفاج او الهيستوسايتس عملت انجلفنج لسيلز تانية او لاورجانيزم في كميه ليبيد او كميه فات، فبالتالي اثناء البروسيسنج بدا الفات ده او الليبيد يدوب، فبيديني فراغات موجوده جوه السيتوبلازم. ثالث حاجه جرانيولوماز ويز جرانيولار هيستوسايتس، يعني شايف الهيستوسايت كبيره كده لكن جواها حاجات عامله جرانيولز عامله زي الحبوب كده. رابع حاجة هشوف جرانيولوما والهيستوسايتس ابيثيليويد واخدة الشكل بتاع الهيستوسايتس او الابيثيليويد سيلز اللي احنا بنسميها ابيثيليويد جاينت سيلز. يبقى انا عندي هنا اللي هيفرق هلاقي فيه نوع لوحده كده وجود النيتروفيلز، والتلات انواع التانيين عند الهيستوسايتس هي اللي تغير شكلها، مرة تاخد شكل فومي، مرة يبقى جواها حبوب وتبقى شكلها بتلمع كده وحلو، والمرة التالتة تبقى واخدة الشكل اللي هو ايه اللي احنا عارفينه، شكل الهيستوسايتس اللي هي زينوفيليك سيتوبلازم ولا شكلها ايزونوفيليك وبينك وكده اللي هو عارفينه، شكل الهيستوسايتس الطبيعي ما اتغيرش فيها حاجه. نبدا بالسابيوراتيف جرانيولوما، امتى اشوف جرانيولوما فيها سابيوريشن اللي احنا نقدر نسميها انفكشوس جرانيولوماز؟
اول حاجه عندنا خالص في الديب فانجل انفكشن. ديب فانجل انفكشن عندنا يعني شابتر كبير كده، شابتر كبير عندنا في الجلديه، هتلاقوا كل حاجه اوزس في الاخر، يعني كل ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين من كلمه اوزس، سواء كان سبور ترايكوزس، كوكسيديوم مايكوزس، باراكوكسيديوم مايكوزس، يعني كل الحاجه اللي فيها اوزس كده ومش عارفين تقروها هتقدروا تحطها هنا في الديب فانجل انفكشن. بتتميز كلها بوجود السابيوريشن في الجرانيلوما بتاعتها. طب ايه اللي هيفرق لي بينهم بعضهم؟ طبعا عندنا الكالشر بتاعتنا وشكل السبورز بتاعتها اللي موجوده، ده اللي بيفرق. والكالشر بتاعتنا هل هي ديماتيشس فانجاي ولا دايمورفيك فانجاي، ده اللي بيفرق عندنا بعد كده. طب هل هنا السبيشال ستينز تفرق معايا؟ لا، البي اس هنا في الديب فانجل انفكشن ما يفرقش معايا قوي، ما يدينيش كلو ان انا اقدر، يعني لان هو مش هيبقى بوزيتيف في كل الحالات، ممكن 30 ل 40% بس يبقى بوزيتيف في حالات الديب فانجل انفكشن. فانا هنا عندي الشكل كلينيكال مع الهيستوباثولوجي، اللي يعني الكونفيرماتوري هنا الهيستوباثولوجي بتاعي. الحاجه الثالثه بقى ان انا اعمل كالشر عشان اقدر اعرف انا رايح فين بالظبط. بعد كده الكانديدا الجرانيلوما، الكانديدا عارفين ان هي بتبقى موجوده سوبرفيشال فوق في الهورن لاير، لكن ممكن توصل وتنزل تحت في الدرمس، وبالتالي بيحصل حواليها جرانيلوما. والكانديدا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت لو انتوا واخدين قبل كده فاكرين في الابيديرمس، لما جينا اتكلمنا على الباترن في الابيديرمس واتكلمنا على حاجه سبكورنيال باستيولز، قلنا انها هتلاقيها من ضمن الحاجات اللي فيها سبكورنيال باستيول، تمام، اللي هو الايه كانديدا الانفكشن. فممكن الانفكشن او الاورجانيزم ذات نفسه ينزل في الدرمس عن طريق هير فوليكل، ان هو الكانديدا تمشي مع هير فوليكل تنزل تحت في الدرمس تعمل لي انفكشن، وممكن يحصل ربشه للفوليكل دي تعمل لي جرانيلوما موجوده تحت فين في الدرمس. بعد كده عندنا الاتيبيكال مايكوباكتيريا. الاتيبيكال مايكوباكتيريا طب انا هعرفها ازاي؟ احنا شرحنا التيبيكال مايكوباكتيريا بتعمل لنا ايه، سواء كان التي بي سواء كان الليبروسي، وعرفنا ان هما بياخدوا شكل معين في الجرانيلوماز. لكن هنا الاتيبيكال مايكوباكتيريا حطيناها في السبيوريتيف جرانيلوماز، يعني هتفرق عن الليبروسي سواء كان تيبيركلويد او الليبروماتس، ان التيبيركلويد الليبروسي واخد شكل نودولار جرانيلوما، الليبروماتس الليبروسي واخد فومي هيستوسايتس في الجرانيلوما مع انه ديفيوز، لكن الاتيبيكال مايكوباكتيريا هتبقى واخده شكل السبيوريتيف جرانيلوماز. بعد كده عندنا الاكتينومايكوزس والمايستوما، طبعا عندنا في بكتيريا وفنجر، وايه الشكل الموجود هنا برضو عباره عن سبيرتيف جرانيلوماز. الهالوجينوديرماز عموما بروموديرما والهالوجينوديرما، وطبعا عندنا ادويه الكحه زمان اللي كان فيها البرومايد والايودايد، الايودوديرما والهالوجينوديرما والبروموديرما، دي كلها امراض عباره عن سبيرتيف جرانيلوماز. فلوكولار اوكلوجن تتراد او تريان زي ما تحبوا بقى تسموها، لو كان الاكني سواء كان الهيدرادرات سبيرتيفا، الحاجات دي كلها ممكن تديني سبيرتيف جرانيلوما. رابشرد فلوكولار سيست، عند فلوكولار سيست اللي احنا عارفينها اللي هي الانفانديبولار سيست موجوده في الدرمس او البايلر سيست حصل لها رابشر، الرابشر ده بيعمل لي انفلاميشن. بعد كده الانفلاميشن في وجود عندي الهير فوليكل او هير شافت موجود، ده بقى فورين بودي موجوده، يبدا يحصل حواليه جرانيلوما، بتبقى هنا عباره عن سبيوراتيف جرانيلوما. يبقى انا كده عندي هنا في حاجات تانية كتير على فكره اكتر من دولت، يعني بالنسبه للسبيوراتيف جرانيلوما، لكن دول اشهر حاجه ممكن نسمعها او تيجي على بالنا. نبدا نشوف بس كده، انا عارف انها تبقى صعبه ان احنا نشخصها، وخصوصا الحاجات ديت ما هي السهله ان احنا نعرفها من الهيستوباثولوجي من اول مره، لكن هنحاول مع بعض. احنا بصينا من بعيد كده في حاجه موجود، في انفلترت موجود عندي في الدرمس هنا، في واحد يقول لي ده عباره عن لايكنت انفلترت، اقول له لا مش هقدر اقول، هو في باند لايك انفلترت موجود، لكن لما نيجي نقرب منه هو عباره عن جرانيلوما. شايفين ادي هيستيوسايتس اللي هي لونها السيلز بتبقى لارج وفيها، وعباره عن بينك سيتوبلازم، السيتوبلازم بتاعها بيبقى بينك. يبقى الدايره اللي هنا دي مش عارف هي واضحه، السهم واضح، امسك القلم افضل، ادي الدايره دي السيلز دي كلها عباره عن هيستيوسايتس، تمام. طب ايه الفرق هنا تاني؟ طب ما واحد ممكن يقول لي دي في نودولار جرانيلوما، هقول له لا المنظر من بره بيقول غير كده خالص، ما هيش مترتبه ان نوديولز، يعني ما فيش هيستيوسايتس وحواليه ليمفوسايتس، لا بالعكس ده انا عندي فيه هيستوسايتس هنا وجوه، بصيت الدوتس الصغيره قوي دي عباره عن النيتروفيلز، الدوتس الصغيره اللي بره قوي دي هي النيتروفيلز. النيتروفيلز ايه اللي بيعرفني ان دي نيتروفيلز؟ النيتروفيلز بتتميز بحاجه مهمه جدا، ان هي شورت هاف لايف، فبتتكسر بسرعه جدا، والنيوكلاي بتاعتها بايلوب او تراي لوب، يعني عباره عن ثلاث او فصين او ثلاث فصوص، لما تتكسر النيوكلاي بتاعتها بتبدا تظهر لي في الدرمس على هيئه دوتس صغيره، كل واحده من دولت
لوبيول يعني فصلت من بعضها، سواء كانت تري لوبد او باي لوبد، فصلت فعملت لي نقط صغيره، فبشوف على هاي الدوتس الصغيره اللي باينه عندي هنا فين في الدرمس. يعني عندي دي كلها دي نيوتروفيلز، وادي الهيستيوسايتس، وفي وسط هنا في ليمفوسايتس مع النيوتروفيلز، وطبعا هنا في كتير بقى ليمفوسايتس موجوده. يبقى انا عندي هنا في هيستوسايتس مع نيوتروفيلز مع ليمفوسايتس، يبقى دي سبيوراتيف جرانيولوما وديفيوز. لما نرجع لورا هنا طبعا في ايبيديرمال هايبر بليزيا، والشكل ده اللي انتوا بتسموه سودو اوبسوليوماتس هايبر بليزيا، في هايبر كيراتوزيس، وفي يعني ماسيف اكانسوزيس موجود هنا، وفي الونجيشن فيريتي ريجيس وبابيلوماتوزيس. يبقى ده اللي احنا بنسميه سودو اوبسوليوماتس هايبر بليزيا. وهنا كمان طبعا يعني في صعبه شويه هنا، وفي وجود البيدرمس هنا في هتلاقوا تحت المفروض ان في السبورز بتاعه السبور ترايكوزيس، دي حاله سبور ترايكوزيس بالمره عشان تبقوا عارفين دي ايه بالظبط. يبقى انا عندي هنا دي سبيوراتيف جرانيلوما، او الاول هقول ديفيوز جرانيلوما، بعد كده سبيوراتيف تايب، دي ديب فانجر انفكشن، ارجع بقى للكلينيكال بتاعي والكالشر بتاعتي ابقى عارف دي ايه. دي برضه عندي حاله كده، لما اجي ابص هنا في الصوره دي في جرانيلوما لكن مش قادر احدد هي فين، في مجموعه هنا ومجموعه هنا، دي ديفيوز جرانيلوما. لما قربت منها هنا دي هنا عباره عن ادي الهيستوسايتس موجوده هنا، هي عملت لي شويه كازيشن موجود في النص، لكن دي ما اقدرش اقول تيبركوليد. ليه؟ لان شايفين الجرانيلوم هنا ديفيوز كل المنطقه دي، هيستوسايتس مع ليمفوسايتس، هيستوسايتس مع ليمفوسايتس، وهنا النقط الصغيره الكتير قوي دي الايه النيوتروفيلز. مع وجود الكازيشن هنا وفي كمان جاينت سيلز موجوده اللي هم الجزء ده كده هنا موجود، دي جاينت سيلز، دي اتيبيكال مايكوبكتيريا. دي كانت حاله مايكوبكتيريا مارينم، لكن نقدر نقول دي حالة اتيبيكال مايكوبكتيريا. بعد كده بصبغها بقى بصبغها عندي بالستينز، بالنسبة للمايكوبكتيريا هتبقى نيجاتيف، يعني هعمل اكسكلوجن للتي بي للتي بي والليبروسي، وبعد كده ممكن اعمل كرشر على الحاجات المعينة اللي احنا بنعملها بالنسبة للاتيبيكال مايكوبكتيريا. بالنسبة للسبيوراتيف عموما تبقى صعب شوية ان الناس تعرفها من اول مرة، ما هي سهلة عليهم قوي. احنا قلنا يبقى احنا كده ماشيين قلنا دي فانجل انفكشن جبنا لها مثال، اتيبيكال جبنا لها مثال، نيجي دي حاله اكتينومايكوزس، هي صعبه شويه لكن هنا عايز اوريكم هنا شكل الديفيوز جرانيلوما. دي هنا ديفيوز جرانيلوما، تمام المنظر هنا ده كده. هتقول لي طب عرفت ازاي؟ لما الاقي لون بينك كتير في النص ده، ده معناه وجود الهيستوسايتس، والدوتس الزرقاء كتير معناها الليمفوسايتس، والدوتس السمراء كتير دي النيوتروفيلز. لما نقرب كده شايفين يبقى في عندي كمان دي النيوتروفيلز، بس شايفين النيوكلاي بتاعتنا بتبقى هنا تريلوب، يعني اكتر من فص موجود فيها خلاص، ودي الهيستوسايتس عندنا موجوده هنا. يبقى انا في عندي نيوتروفيلز، في ليمفوسايتس، في هيستوسايتس، يبقى دي سبيوراتيف جرانيلوما. والحاله دي هنا هي المفروض في الصوره هنا بس صعبه شويه، هنا حوالين الفوليك اللي هنا الدوتس السودا دي او الدوتس اللي هي المفروض ان هي بتبقى يعني باير فراكشن بتاعها بالميكروسكوب، بتشوف السلفر جرانيولز المفروض بشوفها هنا حوالين الفوليك. دي حاله اكتينو مايكوزيس. طبعا انا عندي كلينيكال وعندي باثولوجي، بقدر اعتمد على الاثنين عشان اوصل للتشخيص بتاعي. طب الحاله دي عباره عن ايه؟ ده الدرمس عندي، طبعا الصوره جايبها اقرب عشان نشوفها، دي ديفيوز جرانيولوما برضه نفس الفكره، عندي في لون بينك كتير موجود في النص ده هيستوسايتس، في دوتس صغيره سودا كتير دي عباره عن نيوتروفيلز، في نقط زرقاء كتير ده ليمفوسايت. لكن بص هنا في الحته دي ده مكان فوليكل، تمام، حصل رابشر هنا، كان في ست مكونه وحصل رابشر، وده مكان هير شافت هنا حصل حواليه جرانيلوم، يبقى دي رابشر دي فوليكولار سيست وعملت لي سبيوراتيف جرانيلوما. ده بالنسبه عندي للسبيوراتيف جرانيلوما. اول حاجه اتكلمنا على ديب فانجل انفكشن، في الكانديدا جرانيلوماز، في الاتيبيكال مايكوبكتيريا، وقلنا كمان الاكتينومايكوز والمايستوما، وعندنا الفوليكولار اوكلوجن ترياد والرابشرد فوليكولار سيست. نكمل عندنا في الجرانيلومز ويز فومي هيستيوسايتس. فومي هيستيوسايتس قلنا يعني ايه؟ عباره عن هيستيوسايتس عملت انجلفنج لاورجانيزم او لاذر سيل، يعني عملت سواء كانت هي عملت انجلفنج لاورجانيزم او اذر سيل، الاثنين دولت موجود فيهم ليبيد كونتنت. لما بعمل بروسيسنج بتاعي مع الالكحول والزايلوم بيحصل ايه؟ بيدوب الليبيدز، بتدوب عندي،
فتبدأ تسيب فراغات مكانها، فبنسميها فوم، بتبقى عاملة زي رغاوي الصابون كده. ممكن أشوف الفومنس ده كومبليت، ممكن أشوفه انكومبليت. كومبليت لما تكون الهيستوسايس بلعت خلية عبارة عن ليبيد. إيه الخلية اللي عبارة عن ليبيد؟ هي الفات سيلز. لو انكومبليت لما تكون بلعت خلية أو حاجة تانية، الليبيد كونتنت يعني جزء منها، يعني جزء من الخلية أو الأورجانيزم ده فيه ليبيد، ما هوش كله عبارة عن ليبيد، فبالتالي مش هتبقى انكومبليت، يعني مش هتبقى كومبليت فومنس، هشوف بس ايه اجزاء منها. اول حاجه عندنا هي الزنسوما، كلنا عارفين الزنسوما عباره عن هي مشكله بالنسبه للفات سيلز، مش هنتكلم على انواعها سواء كانت تيوبرس او تندينيوس او الاربتيف او زنسيلازما، كلها كباثولوجي هتبقى عباره عن شكل معين، هي فومي هيستوسايتس جرانيلوما. تمام. بعد كده عندي الزنسو جرانيلوما، سواء كان بقى جوفينايل او نان جوفينايل، هي كلها زانسو جرانيلوما، في الباثولوجي بتبقى حاجه واحده عباره عن جرانيلوما فوميستوسايتس. لكن هنا المشكله بتبقى يعني ايه زايده شويه عن الزانسوما، والفومنس اقل منها، يعني احنا بالتدريج كده هنمشي كومبليت فومنس هنا، هنا يعتبر ايه انكومبليت فومنس هنا بارشيال، حاجه بسيطه قوي. زانسو جرانيلوما هنزود، بما ان احنا قلنا يعني ضفنا كلمه جرانيلوما زانسو، يبقى في عندي حاجه خاصه بيها اللي هي الجانسلز بتاعتها. البروماتوس ليبروسي عباره عن جرانيلوما برضه وسفيومو هيستوسايتس، ديفيوز جرانيلوما وسفيومو هيستوسايتس، وهنقول ليه كمان شويه. ما نيجي نبص من عند هنا كده، الشكل هنا عند بينكش قوي، يعني الدرمس، يعني انا الابيدرمس عندي فوق هنا حاجه بسيطه كده، لما ابص للدرمس هنا عندي عباره عن سيلز كبيره كده ولونها كلها ايزينوفيليك. لما جيت قربت يعني بصين ما شاء الله، شايفين الخليه قد ايه، كل دي خليه وجواها كله فومي، يبقى دي هيستوسايتس وفومي. طب هل في حاجة تانية؟ كل اللي موجود شوية ليمفوسايتس، يعني كل اللي موجود مع الهيستوسايتس ليمفوسايتس. هل في حاجة تانية موجودة؟ مش شايف. يبقى أنا مش شايف أذر، يعني مش شايف أذر انفلاماتوري سيلز غير اللي هو الفومي هيستوسايتس اللي موجودة عندي. نيجي نقرب، أدي الفومي سيلز، وأدي الليبيد كونتنت اللي موجود اللي عامل فومنس، يبقى ده الفومنس اللي موجود، يبقى دي حالة زانسوما. ليه؟ الهيستوسايتس بلعت فات سيلز، ده بالفات اثناء البروسيسنج، فعمل لي حاجه اسمها جرانيلوما وسفومي هيستوسايتس، يبقى دي حاله زانسوما. تاني حاجه عندي لما اجي ابص من هنا بعيد كده، انا شايف برضو خلايا بينكش او ايزينوفيليك كتير، دي عباره عن هيستوسايتس. لكن لما بدأ النظر من بعيد كده، في حاجات كده عباره عن مالتي نيوكليتد سيلز اللي هي جاينت سيلز، فقربت شويه لقيت هنا انكومبليت فومنس. يعني ايه؟ عايزين نرسم حدود الخليه عشان نبقى عارفين ان احنا فين. دي جاينت سيل، دي الباوندرز بتاعتها، ودي النيوكلياي مترتبه. الخليه هنا مقسومه جزئين اتنين، يبقى الدايره دي كلها شايفين الدايره دي الخليه، دي الجاينت سيل، ودي النيوكلياي مترتبه جوه اناريس لايك شكل العقد. الجزء اللي بين النيوكلياي وبين السيل، السيل ميمبرين، عباره عن فومي سيتوبلازم هنا. تمام. يبقى الجزء ده او الدايره اللي بره دي عباره عن فومي، وجوه النيوكلياي هنا عباره عن ايزينوفيليك سيتوبلازم. يبقى كان كان هنا الجاينت سيل او المالتي نيوكليشن هنا ترتب وقسم الخليه نصين، جزء هنا فيه فومنس وجزء جواها محتفظ بشكل الهيستوسايتس اللي هو الايزينوفيليك سيتوبلازم. يبقى دي بنسميها التوتن جاينت سيلز، عباره عن مالتي نيوكليتد جاينت سيلز كاركترايزد باي ارانجمنت اوف نيوكلياي ان ريس لايك. ريس لايك يعني ايه؟ شكل العقد. With foamy cytoplasm outside the nuclei and eosinophilic cytoplasm inside. يبقى دي تعريف التوتال جاينت سيلز كده بالظبط. ونقرب الصورة أكتر أهي، الصورة واضحة قوي. دي مش السيلز لوحدها يا جماعة، السيل بصوا هنا، يعني شايفين الدايرة دي كلها دي الخلية، دي جاينت سيل. هنا في فومنس، هنا eosinophilic cytoplasm. ده تعريف التوتال جاينت سيل. وأدي واحدة تانية برضو، أدي الخلية كلها، يعني دي جاينت سيل. ادي الفومنس، وادي الايزينوفيليك سيتوبلازم، وادي النيوكلياي مترتبه على شكل دايره. يبقى عندنا هنا في حاجتين، في فومو هيستوسايتس وتوتون جاينت سيل، يبقى دي حاله زانسو جرانيلوما. طيب بعد كده خش على الحاله اللي بعدها، برضو من بعيد انا شايف في ماسيف انفلترت موجود في الدرمس، انا مش شايف غير كده. طب قادر احدد في هنا خلايا بيل في النص، هنا شايفين المنطقه دي بيل ودي بيل ودي بيل، ده معناه وجود هيستوسايتس، وادي المنطقه دي كمان. طب هو الانفلترت هنا؟ لا، ده نازل تحت كمان، يبقى ده عباره عن في ديفيوز جرانيلوما موجوده في الدرمس. الكلمه اللي انتوا بتحبوها اللي هو الجرين زون، يعني بص الاقي الابيدرمس
مفصول عن الدرمس بنورمال اريا اوف ويز ايه نورمال زون ويز زون اوف نورمال كولاجين، يعني الاريا دي سليمه جدا وبعد كده نزلت تحت لقيت فيه مشكله في الدرمس اللي هي الجرين زون اللي بنشوفها مع الليبرماتس ليبروسي. طيب دي ديفيوز جرانيلوما، لما قربت الصوره شويه بصيت لقيت فيه عباره عن خلايا فومي، في فومي هيستوسايتس موجوده، ادي الخلايا طبعا الفومنس واضح هنا لكنه بارشال، ما هيش خلايا كبيره قوي زي الاولانيه ولا هي زي الثانيه ولا في جاينت سيلز موجوده. لكن لما قربت كمان الصوره لقيت ان الجرانيلوما ديفيوز واخده شكل كده اليبتيكال، يعني ايه سلندريكال كده، ده عامل اللي هو واخد شكل النيرف، لو انتوا فاكرين الاناتوم بتاع النيرف بيبقى واخد نفس الشكل ده بالظبط وديب قوي في الدرمس. لما قربنا ادي السلندريكال جرانيلوما وفومي برضو في النص. لما جيت صبغت الجرانيوم او الحاله دي هنا بالموديفايد زيل نيلسون طلع لي الشكل ده، لو انتوا فاكرين انا وريتها لكم المره اللي فاتت في حاله التي بي، هنا شايفين العدد بتاع الباسيلاي قد ايه، كتير جدا كتير جدا جدا، يعني شايفين ادي الهيستوسايتس اهي وبلع جواها الباسيلاي اللي هي بتاعت الليبرا باسيلاي. لما اجي اوصف الحاله دي هقول عندي دي موديفايد زيل نيلسون او الفايتاستين اف اي تي اي، يبقى دي موديفايد زيل نيلسون اور فايتاستين showing red rod like structures، red rod يعني احمر وزي العصيان الصغيره المكسره against blue background، يعني عندي خلفيه زرقاء والعصيان الحمراء دي موجوده عليها والعدد بتاعها كبير جدا، يعني كل خليه بلعه ما شاء الله كتير قوي، يبقى دي حاله البروموتس ليبروسي. البوردر لاين بروموتس بيبقى نفس الشكل ده، لكن ايه اللي هيحدده لي الكلينيكال بتاعي؟ ممكن هنا يكون عدد الباسيلاي قليل لكن انا مش هقدر احسبه، يعني انا ما اقدرش اعده في الباثولوجي اقول اه ده عندي كام باسيلاي يبقى البريموتس وكام باسيلاي يبقى بوردر لاين البريموتس، لا هو الاثنين تقريبا واخدين نفس الشكل ديفيوز جرانيلوما مع الموديفايد زيل نيلسون، هلاقي الباسيلاي كتير عندي. اللي يفرق معايا شكل الكلينيكال البكتيرولوجيكال اندكس المورفولوجيكال اندكس بتاعي اللي انا بعمل بيه فولو اب. يبقى انا عندي كده قلنا ايه الجرانيولو ديفيوز جرانيلوما ويز فوم هيستوسايتس، قلنا ثلاث حاجات مهمين زانسوما زانسو جرانيلوما والبرومتس ليبروسي. طيب في سؤال مهم كده ممكن اساله لكم، ايه هم الفومي سيلز؟ فومي سيلز خلي بالكم انا قلت فومي سيلز، يبقى في فرق بين الفومي سيلز والفومي هيستوسايتس. اول حاجه الفومي سيلز عندنا ثلاث حاجات، الفومي سيلز هم الفات سيلز اللايبوسايتس يعني، وفي السيبوسايتس اللي هي بتاعت السبيشيس جلاندز، وفي بعد كده تالت حاجه فومي هيستوسايتس. يبقى انا عندي تلات خلايا بيكونوا فومنس، اول حاجه فومي، اول حاجه بتبقى اللايبوسايتس اللي هي الليبيد سيلز الفات سيلز اللي هي بتبقى خلايا كبيره وعند النيكولاي بتبقى بريفرال سيجنت رينج ابيرنس عامله زي الفص بتاع الخاتم موجوده في الطرف. وبعد كده عندي السيبوسايتس اللي هي بتاعت السبيشيس جلاند وتبقى موجوده فين، لما جينا شرحنا في الانترودكشن ان السبيشيس جلاند تبقى لايند باي بيزوفيليك سيلز، وبعد كده بتبقى وجود السيبوسايتس اكتر اللي هي بتبقى عباره عن سيلز، والنيكولاي بتبقى موجوده على شكل ايه فيستون او شكل ستار شيب، دي شكل النجمه او الفيستون بتاع الايه اللي هو الكرانشات بتاع الستاير كده. بعد كده تالت حاجه الفومي هيستوسايتس، ودي موجوده في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. يبقى انا عندي في فومي سيلز في فومي هيستوسايتس. باقي الديفيوز جرانيولوما زي حاجات صعبه شويه وتقيله يمكن تكون يعني رخمه. اول حاجه الاقي الهيستوسايتس موجوده جرانيولر، يعني في جرانيولز او هم مرضين عندنا او الاثنين يعتبروا مرض واحد اللي هو الريتيكولوهيستوسايتوزيس، سواء كان اللي هو المالتي سنتريك ريتيكولوهيستوسايتوز او الكونجنتال سيلف هيلينج تايب. بنشوف عندي الاقي بص كده ده عباره عن في مشكله فين عندي في الديرمس، في انفلاماتوري انفلتر ديفيوز موجود في الديرمس وفي بينكش كلر كتير، ده معناه وجود الهيستوسايتس. لما جيت قربت هنا لقيت الهيستوسايتس كبيرة قوي وجرانيولر موجود شكل الجرانيولز دي موجودة فيها، ولها شكل كده كلمة مميزة بنسميها جراوند جلاس ابيرنس، يعني الجرانيولز اجينست جراوند جلاس ابيرنس، يعني ايه زي اكن تحتها لوح ازاز بيلمع كده، يعني شايفين ما شاء الله الهيستوسايتس واضحة قوي اكنها بتلمع قدام. دي خاصة بالمالت سنتريك ريتيكولوهيستوسايتوز، ادي شكل يعني مفيش اوضح من كده وتبقى جرانيولر من جوه، دي المالتي سنتريك ريتيكولوهيستوسايتوزيس. ولما عاوز اتاكد منها بصبغها بالبي اي اس، هتوريني شكل الهيستوسايت هنا جرانيولر، وكمان هصبغها بالسي دي 68. طب ليه بتبقى بوزيتيف في السي دي 68؟ لان الريتيكولوهيستوسايتوزيس يا جماعه دي واحده من نون لانجرهانس سيل هيستوسايتوزيس،
وباختصار كده بسرعة، الهيستوسايتوزيس عبارة عن 3 حاجات، يا اما بيكون لانجر هانز، نون لانجر هانز، او مالجنانت هيستوسايتوزيس. اللانجر هانز اللي هي الابيديرمس، اللي هي طالعة من اللانجر هانز سيلز اللي موجودة في الابيديرمس. وعشان ما نضيعش وقت كتير ونقعد نقول ده هم 4 انواع مش 4 انواع، هم كلهم يعتبروا ديزيز واحد، لكن على حسب هو بيظهر امتى وعلى شكل الكلينيكال بتاعه. لكن هي دايما غالبا بتبقى عبارة عن سيبوريك ديرماتايتس لايك ليجنز، العين دايما هتلاقي معاه سكيل سكالب، معاه في شوية اكزيما لايك موجودين في الباك، وهتلاقوا معاه فرونتال بوسينج، الفرونتال بوم بتبقى طالعة قدام شوية. العين ده تلاقي معاه هيباتوسبلين ميجالي، معاه حاجة مهمة جدا الدايابيتس انسيبيدس. بعد كده هتلاقوا في حاجات تانية، سواء كان اسمها ايزونفيليك جرانيوما الهاشيموتوس تايب او العيان ده معاه سيبوريك ديرماتوس لايك ليجنز سكيل سكالب، وهتلاقوا معاه كمان انتر ترايجو، يعني ممكن عيان طفل يجي لك بتسلخات ما بيخفش، وموجود معاه ليجنز اشرف شعره كتير، وشويه ديسكويد او اكزيماتوس لايك ليجنز موجوده في جسمه. تيجي تفحصه تلاقي معاه هيباتوسبلين ميجالي، تيجي تشوف الهيستوري بتاعه تلاقي معاه دايابيتس انسيبيدس، تبص على عينيه كانه في اكسو سالموس، بص فوق فرونتال بون هتلاقي فيها بوسينج في السكال. دي كلها اعراض بتاعه اللانجر هانس هيستوسايتوزيس. بعد كده عندي في الهيستوسايتوز بتبقى نون لانجر هانز طالعه من الديرمس. في عندي الديرمس في حاجه اسمها دندريتك سيلز، تمام، دندريتك سيلز، في ديرمال دندروسايتس، في دندريتك ديرمال هيستوسايتس، وفي نون دندريتك ديرمال هيستوسايتس. عموما يعني الهيستوسايتس اللي موجوده في الديرمس بيطلع منها النون لانجر هانز تايب اوف هيستوسايتوزيس. الفرق بين الاثنين اهم حاجه ان اللانجر هانز تايب بتكون اس 100 اللي هو البروتين اس 100 بروتين بوزيتيف، CD and CD1A antigen بتبقى بوزيتيف، لكن بالنسبة للديرمال اللي هو اللانجر هانز تايب بتكون CD68 بوزيتيف. وفي عندي حاجات تانية سبيسيفيك في أنواع معينة، في CD11A وB على حسب التايب بتاعي. هنا المالتي سنتريك هيستوسايتوز دي لان لانجر هانز هيستوسايتوزيس بيكون فيها CD1A نيجاتيف CD68 بوزيتيف، اللي هو الشكل البني أو اللون البني بتاع الخلايا اللي موجودين عندنا ده، تمام. يبقى ده كده عندي هنا صبغتها بالسي دي 1 اي تعتبر نيجاتيف، هنا بال هنا ده الاتش ان دي اي، هنا سي دي 68 بوزيتيف، وده لما جيت قربت الصوره. اخر حاجه عندي خالص جرانيلوما ويز ابسولوت هيستوسايتس، يعني اشوف الجرانيلوما بالشكل الطبيعي بتاع الهيستوسايتس بتاعتي. اول حاجه خالص هيستوسايتوما، هيستوسايتوما في ناس بتعتبرها واحده من الستيجز بتاعت مين، بتاعت الدرماتوفايبروما، يعني انا بشوفها في الاول كده عبارة يعني درماتوفايبروما، بقول انها بتمر بستيجز كده، سكلروزنج هيمانجيوما هيستوسايتوما بعد كده درماتوفايبروما. بعد كده عندي البراين كيفاليك هيستوسايتوزيس، ودي برضو واحدة من النون لانجر هانز سيل هيستوسايتوزيس. هنا عبارة عن ويل سيركمسكرايبد تيومر موجود في الديرمس. هنا لما جيت قربت الصورة لقيت عبارة عن هيستوسايتس واخدة الشكل بتاع الهيستوسايتس بتاعتي اللي هي زونوفيليك سيتوبلازم، واضح كل دي هيستوسايتس الشكل بتاعها. فدي عبارة عن حالة دي هيستوسايتوما، يعني ده ويل سيركمسكرايبد تيومر مفيش أي حاجة فيه، ده يعني غالبا هيتطور بعد كده يبقى درماتوفايبروما. وكمان بيتميز بوجود هنا دايريتد بلاد فيسلز، يعني دي واحدة من ضمن الحاجات بتاعتها عندنا، دي كأنه ستيج من الستيجز اوف درماتوفايبروما، بتبدأ بسكلروزنج هيمنجيوما هيستوسايتوما بعد كده درماتوفايبروما. تاني حاجه اللي هي كونجنتال سيلف هيلينج هيستوسايتوز، ودي واحده من النون لانجر هانز سيل هيستوسايتوزيس، بيكون فيها الجرانيلوما ويز ابسولوت هيستوسايتس اللي احنا شايفينها، ادي شايفينها الفرايد ايج ابييرنس اللي انت مش سوري معلش، ادي دراون سيلز واللارج نيكلوياي، وادي الايزونوفيليك سيتوبلازم، دي اللي هي الكونجنتال سيلف هيلينج. بتميز هنا بوجود، شايفين انا قلت هنضيف بعض الانفلترت، هنا في وجود الايزونوفيلز، يبقى هنا دي بتمي، ودي كونجنتال سيلف هيلينج، يعني هو بتيجي دايما في الاطفال، بتيجي في الابر ليمس، بتبقى سيلف هيلينج بتخف مع الوقت، مفيش سبيسيفيك تريتمنت. في ناس بتقول بنحاول بالتي ان اف انهبيتورز، لكن كلها محاولات، مفيش حاجه ديفينيت في التريتمنت بتاعي. دي برضو ممكن نصبغها بالسي دي 68 بتبقى بوزيتيف، سي دي 1 اي بتبقى نيجاتيف. ده كده ملخص للجرانيلومز، قلنا عباره عن نودولار وديفيوز. نرجع بسرعة كده اللي احنا قلناه النهاردة عشان نبقى عارفين احنا قلنا ايه. قلنا الديفيوز جرانيلوما بتبقى واحدة من 4، يا سبيوراتيف، يا اما الهيستوسايس عندي بتبقى فومي او جرانيولر او ابسيلويد.
وقلنا السبيوراتيف عباره عن امثله ديب فانجل انفكشن، كاندر جرانيلوما، اتيبيكال مايكوبكتيريا، اكتينومايكوزس مايستوما، الهالوجينوديرماز عموما، فليكولار اوكلوجن تراياد او تتراد، والرابشرد فليكولار سيست. وقلنا تاني مثال عندنا الفومي هيستوسايتس جرانيلوما فوموسايتس، في ثلاث حاجات مهمين زانسوما زانسو جرانيلوما والبروماتس ليبروسي. تالت حاجة قلنا الجرانيلوماز ويز جرانيولار هيستوسايتس، قلنا أشهر حاجة عندنا ريتيكولو هيستوسايتوزس وادي الشكل بتاعها. وبعد كده قلنا عندنا في بيسيرويد هيستوسايتس اللي بنشوف شكل الهيستوسايتس بتاعتنا، هيستوسايتوما والكونجنتا سيلف هيرينج هيستوسايتوزس. ده الجرانيولوماز باختصار. طب حد هيقول لي في انواع تانية من الجرانيولوماز؟ الجرانيولوماز ممكن تاخد اشكال تانية، لكن دولت اكتر حاجة واشهر حاجة ممكن نعرفها على مستوانا عموما يعني كده، او يعني كمعرفة مبدئية بالنسبة للدرماتوباثولوجي. في عندنا حاجة اسمها انترستيشال جرانيولوماز. يعني انترستيشال جرانيولوماز هلاقي بقى بين الكولاجين باندلز وفايبرز كده وجود الهيستوسايتس، ويبقى الجرانيولوما على شكل مصغر جدا. يعني من ضمن الامثلة عندنا في حاجة اسمها انترستيشال نيتروفيليك جرانيولوما ديرماتايتس، ده ديزيز اسمه كده، بيبقى موجود بيجي مع بعض الناس اللي عندهم ال اي، بيجي مع بعض الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس، بلاقي ليجن كده لينير و واخد روب لايك ستراكشرز، عامل زي الحبل كده وهارد وفيرم. لما اجي ابص في الـ في الـ في الباثولوجي بتاعي بلاقي بين الكولاجين عندي وبعضه بلاقي موجود الهيستوسايتس، وفي نيوتروفيلز موجوده والهيستوسايتس موجوده والليمفوسايتس موجوده. عشان كده بنسميها انترستيشال. انترستيشال يعني بين الكولاجين باندلز وفايبرز وبعضها، ما هيش واخده شكل لا نودولار ولا هي ديفيوز. فدي من ضمنها عندي الانترستيشال نيتروفيليك جرانيولوماتس ديرماتايتس. وفي كمان عندي الجرانيوم انيلار ممكن تيجي شكل انترستيشال. طب في عندي جرانيولوماس تانية، في الام اف ممكن يجي جرانيولوماتس ام اف، زي ما انا قلت عندنا حاجه اسمها جرانيولوماتس لاك سكين في الام اف. ممكن اي حاجه ممكن تاخد شكل الجرانيولوما لو حصل رابشر او حصل ماسيف انفكشن او ماسيف انفلتريشن. هنا بنستدعي مين؟ بنستدعي الجندي المجهول بتاعنا اللي بنقول له تعالى لم الدنيا، اللي هو الهيستوسايتس، تيجي تخش معانا في الموضوع عشان تحاول تلم لنا الدنيا. ففي انواع تانية من الجرانيولوماز بتبقى صعبه شويه ان احنا نذكرها، لكن احنا قلنا الغالب عموما الاشهر الحاجات اللي هي بتبقى كومه في الجلديه عندنا. يبقى ده ملخص كده سريع بالنسبه للجرانيولوماز. ان شاء الله باذن الله المره الجايه نتكلم على الموضوع التاني اللي هو الكبير بالنسبه للدرمس اللي هو الفاسكولايتس. نشوفكم على خير باذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.